اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وموعد جديد مع كرة السلة، ولكن هذه المرة كرة السلة الافريقية ومنافسات دوري ابطال افريقيا لكرة السلة البي اي ال. هنا طبعا يمكن النادي الاهلي في موقعة جديدة بعد موسم طويل وبعد تتويج النادي الاهلي بجميع بطولات والقاب هذا الموسم المحلية، سواء دوري المرتبط او كأس مصر او بطولة دوري السوبر. الاهلي طبعا بمعنويات مرتفعة جدا سافر الى العاصمة الرواندية كيجالي علشان يشارك في نهائيات او مرحله الادوار الاقصائيه او البلاي اوفس لدوري ابطال افريقيا لكره السله البي ال في الموسم الثالث. النادي الاهلي بمعنويات مرتفعه، وهناك ايضا طموح كبير من اصحاب الارض والجمهور فريق ار اي جي الرواندي امام جماهيره على ملعبه. طبعا عامل الارض والجمهور مهم جدا لاصحاب الارض النهارده في مباراه الليله، ولكن لاعبي النادي الاهلي يمتلكون الكثير والكثير من الخبره في التعامل مع مثل هذه المباريات. ان شاء الله كل المعطيات الفنية والأدوات وكل الخبرة تصب لصالح النادي الأهلي بشكل كبير جدا بإذن الله في حسم مباراة الليلة، ولكن يجب الحذر لأنك بتلعب أمام يعني فريق عنيد يضم عدد رائع من اللاعبين المحترفين وبيلعب على ملعبه وسط جماهيره، وفي ظل حضور جماهيري كبير جدا. جميع تذاكر المباراة انتهت منذ أول أمس، الملعب سيكون فول هاوس على أكمله في مباراة الليلة أمام النادي الأهلي.